العلاقة مع الغرب. الغرب أنا أقسم إلى غرب سياسي وغرب ثقافي وغرب تكنولوجي. أنا اللي يهمني بالغرب أنه مو احتلالي. دع عنك الغرب السياسي، نتحدث عن الغرب التكنولوجي والغرب مو سياسي الاحتلالي، مو سياسي، ماكو سياسة تستدعي الاحتلال. لا نقصد يعني ما يرتبط بالجانب السياسي، الاستعمار يرتبط بالجانب السياسي. عدا الاستعمار يعني لدينا مشكلة مع الغرب؟ منا أنا عدا الاستعمار ومنا عدم التعدي على الإسلام ما عندنا إشكال. لطيف، يعني لو أذنت لي نعيد التحديد مرة أخرى، هي نقطة أساسية. حدين يعني. الحد الأول. واحد يمنى واحد يسرى. أولا عدم التعدي العسكري على المسلمين. ممتاز. وعدم التعدي الثقافي على المسلمين. جدا ممتاز. مع كل بدون ذلك ليس لدينا مشكلة مع الغرب. ماكو إشكال بالعكس. نتواصل مع الثقافة الغربية ومع مستويات العلم الغربي والتكنولوجيا الغربية. إلا ما حرم الله من هالطرف. ممتاز. جيد.